صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. انا اسمي مي مجدي، والبلاي ليست دي ان شاء الله هنشرح فيها ماده الاوبريشنز ريسيرش او الاو ار. ماده الاو ار عباره عن شويه انواع مسائل، وكل نوع منهم ليه طريقه حل. ده اللي هنعرضه ان شاء الله في البلاي ليست دي. بعد ما تخلص البلاي ليست هيبقى مطلوب منك بس ان انت تحل مساله او اتنين على كل نوع من المسائل دي علشان تتاكد انك فهمت كويس وتدرب نفسك على الحل بايدك. طيب، نوعية المسائل بتاعت مادة الـ Operations Research غالبا بتبقى مسائل كلامية، وانت بتبتدي تشتغل على المسائل دي مبدئيا بانك تحولها لماثماتيكال موديل، وبعد كده تبتدي تشتغل عليه. طيب، بنحولها لماثماتيكال موديل ازاي؟ من خلال 3 خطوات. اول حاجة انك بتعرف الـ Decision Variables بتاعتك. تاني حاجة انك بتعرف الـ Objective Function بتاعتك، ايه الحاجة اللي انا عايزة اوصلها من الـ Problem دي. تالت حاجة خطوة اسمها ال subject to أو ال constraints. subject to دي بيبقى فيها ال constraints أو الشروط بتاعة اللي المسألة بتديها لك علشان تحكم ال objective. تمام. رابع خطوة ال hidden constraints، ولما نوصل لها هنتكلم فيها. تعالوا نشوف مسألة ونشوف هنشتغل عليها ازاي. دي مسألة مثلا mainly بتقول ايه او اهم المعطيات اللي موجودة فيها. بتقول ان جون must work at least 20 hours a week، يعني جون المفروض يشتغل على الاقل 20 ساعة في الاسبوع. في محلين المفروض ان هو يشتغل فيهم، ستور 1 وستور 2. ستور 1 اقل مدة ممكن يشتغل فيها هو 5 ساعات، واكبر وقت 12 ساعة. اما ستور 2 فاقل مدة هي 6 ساعات، واكبر مدة هي 10 ساعات. طيب، هو عايز يوصل لايه في البروبلم دي؟ هو عايز يعرف هو هيشتغل كام ساعة في كل ستور من دول على اساس ان هو يمينيمايز الستريس فاكتور. طب الستريس فاكتور ده اللي هو مديهوني بيقول ايه؟ بيقول ان في ستور 1 الستريس فاكتور 8 لكل ساعة، وفي ستور 2 6 لكل ساعة. طيب، تعالوا نشوف بقى هنبتدي نشتغل بالكلام ده ازاي في ال3 خطوات اللي احنا قلنا عليهم. طيب، اول خطوه خطوه الديسيجن فاريبلز. قبل اي حاجه احنا قلنا ان احنا محتاجين نشوف هنشتغل كام ساعه في ستور 1 وفي ستور 2 علشان اقدر على اساس الساعات دي همينيمايز الستريس فاكتور. يبقى واضح ان انا الفاريبل الاولاني بتاعي مثلا هسميه x1، هيكون ايه؟ هيكون ال number of hours in store 1. تمام. و x2 هيكون ال number of hours in store 2. كده انا طلعت ال decision variables بتوعي. تعالوا بقى نشوف ازاي هنطلع ال objective. ال objective بتاعي ان انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة minimize الستريس. حلو. واحنا قلنا ان الستريس بتاع ستور 1 8 لكل ساعه، وقلنا ان الستريس فاكتور بتاع ستور 2 6 لكل ساعه. واحنا قلنا ان احنا الفاريبل بتاع الساعات بتاع كل ستور منهم قلنا ان هو x1 و x2. يبقى هنقول ان z هتساوي 8 x1 زائد 6 x2. دي كده ال objective function بتاعتي. تمام. طيب، نيجي لتالت خطوة وهي ال subject 2 او ال constraints بتاعتي او الشروط اللي بتفرضها المسألة عليا عشان اوصل لل optimum بتاعي. طيب، اول حاجة هو قال ان جون must work at least 20 hours a week، يعني الساعات اللي هيشتغلها في ستور 1 والساعات اللي هيشتغلها في ستور 2 لازم الاثنين ما يزيدوش، لازم الاثنين ما يقلوش عن 20 ساعة. يعني ده معناه ان اول حاجة عندي x1 plus x2 اكبر من او يساوي 20. تمام. طيب، تاني حاجة هو قال لي ان عدد الساعات اللي المفروض يشتغلها في ستور 1 المفروض ان هي ما تقلش عن 5
وما تزيدش عن 12، يبقى اكس 1 المفروض ان هي bigger than او equal 5، و اكس 1 برضو smaller than or equal 12. طيب وبالمثل اكس 2 المفروض ان هي ما تزيدش عن 6، ما تقلش عن 6، اسمع، ما تقلش عن 6 وما تزيدش عن 12، عن ما تزيدش عن 10. تمام. طيب نيجي بقى لرابع خطوة، وهي ال hidden constraint. هي مش خطوة في حد ذاتها يعني، بس مثلا ما ينفعش نيجي نقول ان هو هيشتغل ال يعني ال hidden constraints دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن حاجة logic. يعني مثلا ما ينفعش اجي اقول ان هو هيشتغل سالب 3 ساعات في ستور واحد، او سالب 7 ساعات في ستور 2. تمام. ففي الحالة دي بنقول ايه؟ بنقول ان اكس 1 و اكس 2 اكبر من او يساوي الزيرو. تمام. كده انا خلصت الموديلينج اللي انا عملته للمسألة. هاجي بقى للحاجة اللي بعد كده. تاني تقسيمة للمسائل، يا اما يكون عندك two variables، مسألة بtwo variables بس، او مسألة باكتر من 2 variables. المسائل اللي بtwo variables غالبا بتتحل graphically، او دي الطريقة اللي احنا خدناها يعني. فتعالوا نشوف بقى هنحلها graphically ازاي. طيب مبدئيا احنا هنحتاج نرسم كل معادلة من المعادلات اللي احنا وصلنا لها دي، سواء الاوبجكتيف او في الكونسترينز. فهنعمل ايه؟ اول حاجه هنحول الانيكواليتيز دي كلها لايكواليتيز، يعني هشيل علامه الاكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي، وهحط مكانها يساوي، وهعوض مره بالاكس 1 بزيرو واشوف الاكس 2 هتطلع بكام، وهعوض مره الاكس 2 بزيرو واشوف الاكس 1 هتطلع بكام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجه في الكونسترينز عندي x1 زائد x2 هتساوي 20. طيب يبقى انا لو قلت ان x1 هتساوي 0 يبقى x2 هتساوي ايه؟ 20. ولو قلت ان x1 لو قلت ان x2 هتساوي 20 هتساوي 0 يبقى x1 هتساوي ايه؟ 20. طيب ادي اول حاجة، يبقى انا كده بقى عندي 2 points. الكونسترين ده هما 0 و20 و20 و0. تمام. طيب تعالوا نشوف الكونسترين اللي بعد كده. بيقول لي ان اكس 1 هتساوي 5. ده معناه ان في البوينت دي اكس 2 هتساوي 0، وبالمثل اكس 1 هتساوي 12 و اكس 2 هتساوي 0. يبقى انا كده بقى عندي بوينت تانية كمان، 2 بوينتس للكونسترين ده، 5 و 0، وهنا 12 و 0. دول هيبقوا parallel للواي اكسس. نكمل. بيقول لي ان اكس 2 هتساوي 6، يبقى اكس 1 هيساوي 0 واكس 2 هيساوي 10، يبقى اكس 1 هيساوي 0. وكده يبقى عندي 2 بوينتس تانيين اللي هم 0 و 6 و 0 و 10، والاتنين دول هيبقوا parallel للاكس اكسس. تعالوا نرسمهم. طيب بعد ما رسمت كل البوينتس اللي انا طلعت بيها، الخطوة اللي بعد كده ان انا اشوف ال inequalities الاساسية اصلا بتاعت كل معادلة من دول لما انا سويتها بالصفر. يعني مثلا اول حاجة الخط الاحمر ده بتاع x plus y
اكبر من او يساوي 20. طالما اكبر من يعني المفروض ان السهم ده رايح في الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني كده اهو. تمام. طيب تاني حاجة، الخط الاخضر ده برضو بيقول ان x1 كانت اكبر من او يساوي 5، يعني برضو رايح للجزء الموجب. طيب الخط الازرق رايح برضو رايح للجزء الموجب. لا، الخط الازرق رايح للجزء السالب. ليه؟ لانه كان بيقول ان x1 اقل من او يساوي ال12. طيب الخط الازرق الاسود كان بيقول ان x2 اقل من او يساوي ال10، يعني هو كده. طيب اخر حاجة الخط البني كان بيقول ان x2 اكبر من او يساوي ال6. ايه الاسهم اللي انا عملتها دي؟ الاسهم اللي انا عملتها دي هي الفيسيبل ريجن بتاعت كل معادلة من دول، او كل inequality من دول. يعني ايه فيسيبل ريجن؟ يعني هي المنطقة من الجراف اللي بتحقق المعادلة دي. يعني اي حاجة فوق الخط ده نقدر نعوض بيها في المعادلة وهتحققها. تمام. طيب ازاي بقى انا بوصل للسولوشن بتاع المسألة؟ يعني انا كده رسمت الجراف خلاص، انا بقى عايزة اوصل للسولوشن بتاع المسألة، يعني اوصل لبوينت x1 و x2 اعوض بيهم في الزد فيطلع لي حل معين. ابقى انا كده وصلت لعدد الساعات اللي انا المفروض اشتغلها في الاسبوع. طيب انا هوصل للكلام ده ازاي؟ الرسمة دي كده كلها بتتقاطع فين؟ يعني الخط الاحمر ده رايح كده، والخط الازرق جاي كده، والخط الاسود نزل كده، والخط البني طالع كده، والخط الاخضر داخل يمين. فهلاقي ان هما كلهم بيتقاطعوا في الحتة الصغيرة قوي دي. تمام. والاقي ان هي البوردر بتاعها هي النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. طيب انا هسمي دي ايه، وهسمي دي بي، وهسمي دي سي. وتعالوا نشوف بقى، هناخد الاحداثيات بتاعت كل واحدة في دول وهنبتدي نعوض بيهم في الزد ونشوف انهي فيهم اللي بيحقق. تمام. طيب انا لقيت ان النقط دي هي اللي بتحدد لي الفيسيبل ريجن بتاعي، فانا هاخد كل نقطة من دول وهعوض بيهم في الزد. فهلاقي ان اول واحدة هتطلع لي الزد بتساوي ايه؟ الزد هتساوي 8 في 12 زائد 6 في 10، اللي هي هتطلع لي 165. طيب تاني واحدة هتطلع لي زد بتساوي 8 في 10 زائد 6 في 10، اللي هتطلع لي كام؟ 140. طيب آخر واحدة هتطلع لي زد 8 في 12 زائد 6 في 8، هتساوي 144. طيب هو اصلا الاوبجكتيف بتاعه او من الكونسترينز كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان هو ما ينفعش يشتغل اقل من 20 ساعة، وفي نفس الوقت عايز يمينيمايز الافورت. تمام. يبقى ايه اقل حاجة في دول؟ هي البي. يبقى البي هي الفيسيبل سولوشن بتاعي. يعني انا هيبقى عندي x1 هتساوي 10 و x2 هيساوي 10، وهو ده
حل المسألة.